المسجد مسجد بني لماذا؟ إنغاي فيه بوكواري للعب بوزوي للنظر في الجوال للتليفون للنوم بودومي للأكل بومازي شراء شراء أنا أسألكم أجيبوني لماذا كيسيون تو تليفون المسجد بني لماذا؟ Pourquoi il a bâti ça بني حتى يكون عامر بذكر الله. لم تبنى المساجد لا للأكل ولا للشرب. ولا للعب في الجوال. تبحث عن الرسائل، تبحث عن هذا يوتيوب في المسجد وسائل التواصل. والله عيب. ممكن لا تصنع هذا في بيت الرئيس، لا تصنع هذا في مكتب الشرطة، ليس في بيت الرئيس أصلاً. إذن هذه المساجد مجرد تدخل اترك الدنيا في الخارج مع النعلين أكرمكم الله. الآن الكفار قد يدخل واحد ينظر إليكم أنتم داخل المسجد ماذا تصنعوا؟ إذن لابد أن تكون للمساجد حرمة. احترام للمسجد. نعرف أن هذه المساجد لابد تكون عامرة بذكر الله. Qui nous fait sa masjid vivant avec dhikrullah. Salah. Salah. Qiraat Qur'an. Récitation Qur'an. Duroos. Leçon. Mudakarat Qur'an, mathalan. Récitation, on y pourrait vise Qur'an, tafsir. Mudakarat Hadith, ma ila dhalik. Apoine Hadith, on chose comme ça. Ya akhi, idha dakhalta al masjid, utruk al dunya fil kharij. L'état où on est le masjid, quitte dunya d'ailleurs. Khassa hadhi al wasail, al hawatif. Si tu ban, aban, je suis quand on fait avec téléphone.